حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن دكتور أمود شكري، عضو هيئة التدريس في جورج ميسون يونيفرسيتي. أهلا وسهلا بك دكتور أمود. قبل الحديث عن موضوع المنافسة على الانتخابات الرئاسية، برأيك دكتور ما هي أهمية اكتشاف هذا الغاز بالنسبة لتركيا؟ صباح الخير من واشنطن وشكرا على استضافتي. كما تعلمون تركيا تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي المسال والغاز والنفط، وتركيا تنفق أكثر من 80 مليون دولار لشراء الطاقة، وتركيا تستورد 98% من طلبها الغاز من دول أخرى مثل روسيا وأذربيجان وإيران، وهي تستورد الغاز الطبيعي المسال من أمريكا وتركيا وقطر وأفريقيا. تركيا أعلنت قبل سنوات عن اكتشاف الغاز في البحر الأسود، وهي تتحدث عن مئات ملايين الأمتار المكعبة، وكان هناك حديث عن مد الغاز إلى الأسر، وإدارة الرئيس أردوغان حاولت الاستفادة من مشروع الطاقة للحصول على الدعم من الشعب التركي، فتركيا تعاني اقتصادياً و تعاني من ارتفاع في التضخم، وإدارة الرئيس أردوغان تستفيد من التطور في قطاع الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي، وكانت هناك المرحلة الأولى لإنشاء محطة نووية من أجل الحصول على الدعم من الشعب التركي. فتركيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الدول الأجنبية للحصول على الطاقة، وأي إنتاج محلي سيساعد تركيا في تنويع مصادر الطاقة، وهذا الأمر سيساعد في حماية أمن الطاقة في تركيا وفي الاعتماد على الاحتياطيات المحلية. لكن القضية الأساسية هي أنه ليست هناك مؤسسة دولية معترف بها تؤكد حجم الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا وهذه الاحتياطيات، والشركات تعتمد أن الاحتياطيات أقل من 720 مليار متر مكعب المعلن عنها، وسيكون الصعب على تركيا. طيب دكتور شكري، بما أنك ذكرت أن الرئيس التركي يحاول الاستفادة من هذا الغاز، أولا هل هذا الأمر أي توزيع الغاز بشكل مجاني على الأسر التركية مسموح به قانونا، وثانيا أي تأثير له في صناديق الاقتراع؟ هذا سؤال وجيه. كما قلت قبل قليل، الحكومة التركية إدارة الرئيس أردوغان تحاول استعمال مشاريع الطاقة للحصول على أصوات أكثر من الشعب التركي، وأردوغان قال إنه سيوفر الغاز الطبيعي مجانا للأسر التركية. هذا سيكون مؤثرا وسيؤثر على بعض الناس ليصوتوا لصالح أردوغان في الانتخابات التي ستقام الشهر المقبل. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع تركيا تأمين التكنولوجيا والأموال المطلوبة لاستخراج الغاز الطبيعي، لأن الغاز هذا موجود في أعماق الأرض في البحر، ودون تكنولوجيا وتمويل فإن تركيا لن تستطيع استخراج الاحتياطيات هذه من الغاز. وبحسب الخبراء فإن بعض الاحتياطيات هي ليست تجارية لكنها مهمة لأمن الطاقة في تركيا، وكما قلت فإن الأداة الأفضل للإدارة التركية للحصول على التصويت هي استعمال ملف الغاز حاليا على ما يبدو. نعم. طيب دكتور شكري، تقول ذكرت سابقا أن كمية الغاز هذه غير أكيدة، وأيضا الخبراء يعني يشككون بالجدوى الاقتصادية لاستخراج هذا الغاز الطبيعي من حقل صقارية، بيقولوا أنه قد يكون هناك مخاوف حول كلفة الاستخراج كما ذكرت حضرتك، وقدرة تركيا على تلبية متطلبات تغير المناخ والصفقة الخضراء. هل توافق الخبراء على هذا الموضوع؟ Yes, you know, by the last January, Turkey officially announced that it's. في يناير تركيا أعلنت أن لديها
اعتماد على الهيدروجين والهيدروجين الأخضر لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وأيضا تركيا قالت إنها تريد إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المرحلة الأولى، وستصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا في المراحل اللاحقة. وفي البداية ستؤمن تركيا 7% من احتياجاتها اليومية من الغاز، لكن في المراحل الأخيرة كما قلت ودون وجود تمويل وتكنولوجيا من الخارج، تركيا لن تكون قادرة على استخراج كميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقل سقارية، لأن تركيا لديها خطة لاستخراج أكثر من 20% من احتياجاتها من الطاقة والغاز من حقل سقارية. لكن المشكلة تكمن في الحصول على الأموال والتكنولوجيا المطلوبة، لأن حقول الغاز موجودة في المياه العميقة، وإذا كانت تريد استخراج ذلك فهي بحاجة إلى قدرات مالية وتكنولوجيا غير موجودة لدى الشركات التركية حاليا، ولا بد من الاعتماد على الخارج. وتركيا تحتاج إلى دعم في هذا المجال من الشركات الأمريكية والأوروبية والصينية أيضا. دكتور عمود شكري، عضو هيئة تدريس في جورج ميسون يونيفرسيتي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. بعد أشهر من الترقب يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي